وهناك تفكير شائع أن المدن، لا سيما المدن الكبيرة والشهيرة، غالبا ما تكون كئيبة وقاتمة، لأنها مؤسسة من مواد البناء ذات الألوان الداكنة والصلب والزجاج. حتى أن المدن الجديدة أصبحت تبنى الآن من ناطحات السحاب، وباتت تبدو وكأنها جزء من فيلم خيال علمي. لكن لأن لكل قاعدة استثناء، فإن هناك عددا من المدن الكبرى والقرى المبهجة ذات الألوان الرائعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قرطخنة في كولومبيا، وجايبور في راجستان، وشفشاون بالمغرب، وغيرها من المدن الملونة الموجودة في إيطاليا وبريطانيا وقارة آسيا، وكلها قادرة على إدخال السرور على النفس بمجرد التجول في أحيائها. فيما يلي نقدم لكم بعضا من أجمل المدن الملونة في العالم. شفشاون، تتعدد الأسباب وراء اللون الأزرق الذي يكسو مدينة شفشاون المغربية، ويعتمد التفسير على الشخص الذي تسأله. يقول البعض إنه يعود إلى التصوف اليهودي، بينما يقول آخرون أن هذا اللون الأزرق طارد طبيعي للبعوض الذي يطير في التلال حول المدينة. بغض النظر عن السبب، إلا أن هذا اللون الأزرق جعل مدينة شفشاون واحدة من أجمل المدن الملونة في العالم. أطلق عليها اسم الجوهرة الزرقاء، خاصة وأنها مؤسسة من بيوت وبنايات وشوارع ونوافذ وسلالم وأبواب ومزهريات تزين الأبواب، ويغلب عليها اللون الأزرق الذي يمتزج بلون السماء ومياه الشلالات، فتجد نفسك داخل بيئة ساحرة شديدة الروعة. مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، ثاني أكبر وأهم المدن في كوريا الجنوبية بعد العاصمة سيول. يوجد سبب رئيسي لوضع مدينة بوسان الكورية الجنوبية في قائمة المدن التي يجب زيارتها، وهي قرية جامشون الثقافية، تلال مغطاة بالبيوت الملونة المختلفة، وهي واحدة من أجمل المناطق في الجزيرة الكورية وربما بالعالم بأسره. تمتلئ المدينة بالمعابد والمزارات السياحية كما لو أنها مليئة بالمتاحف والمباني التاريخية، علاوة على جزيرة دونجابيك الجميلة ذات المناظر الرائعة. بكيب تاون بجنوب إفريقيا، تتصدر مدينة كيب تاون قائمة أجمل مدن العالم، وليس من المستغرب أن تكون كيب تاون مدينة ملونة، خاصة وأنها تقع في جزيرة مورقة ومحاطة من ثلاث جهات بالمحيط الأطلسي أزرق اللون. ولكن إذا أردت الذهاب إلى أكثر المناطق الملونة وواحدة من أكثر البقع جاذبية وبهجة في العاصمة الجنوب إفريقية، فعليك زيارة بوكاب، وهي منطقة ذات منازل ملونة بألوان زاهية، ويوجد فيها حتى الملاذ الذي يوجد فيه أكبر تجمع للمسلمين، ويعتبر الزوار بوب كاب لوحة فنية في جنوب إفريقيا. لذلك عندما تقرر زيارتها، اذهب في جولة سيرا على الأقدام من أجل إمتاع عينيك بالمباني الملونة الرائعة والتقاط صور تذكارية.
كارتاخينا بكولومبيا، هي جوهرة ساحرة، وهي جوهرة ساحل البحر الكاريبي في كولومبيا، وواحدة من أكبر المنتجات الساحلية في الكاريبي. يوجد في كارتاخينا كل ما يبحث عنه السياح والمسافرون، التي تنقسم إلى قسمين: الأول هو المدينة القديمة المصورة، أما الجزء الثاني فهي المدينة الجديدة ذات المباني الفخمة والمطلة على البحر. فهي بلدة قديمة ساحرة ذات شواطئ رائعة وخلابة، وتتمتع بمشهد ثقافي نابض بالحياة، وتجد فيها أشهى المأكولات البحرية الطازجة. تضم المباني مباني ملونة جميلة ذات الألوان المبهجة، إضافة إلى السوق المليء بالفاكهة. كوبنهاغن بالدنمارك، مثل الكثير من المدن الموجودة في هذه القائمة، فإن كوبنهاغن مكان رائع للزيارة والاستمتاع بالمباني الملونة شديدة الجمال. تمتلئ المدينة بالمباني التي تعود إلى القرن السابع عشر، بعضها ملونة وأخرى مبنية بالطوب الأحمر وأسطح من النحاس الأخضر. وعند النظر إليها من نقطة عالية ستشعر وكأنك تشاهد لوحة فنية مرسومة بعناية وحرفية. وتذكر أن رحلتك لن تكتمل إلا بالقيام برحلة في حي نيهافين، الذي يضم مباني ملونة بألوان زاهية تدخل السرور على النفس. اتصادف وإن زرت كوبنهاغن في فصل الصيف، فلا تنسى زيارة حي نيهافن، وهو مكان رائع للاستمتاع بالشمس، وسيدهشك مشهد الغروب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.